التأمين كنا في حديث يعني قبل ما نطلع على الهواء، كنا اناقش، قلت لك التأمين الطبي، فصححت لي قلت لك انا اتمنى ان التصحيح هذا يكون على الهواء. الناس عندها مفهوم انه يسمونه التأمين الطبي، ايش الفرق بينه وبين انه التأمين الوطني او الصحي الوطني، حتى يعني يفك اللبس عند الناس. طبعا احنا اذا نبغى نتكلم عن التامين اللي هو الصحي نقول عليه صحي. ليش صحي؟ ما هو طبي؟ لانه طبي اذا كان يخدم فقط من جهه يعني واحده فقط لا غير، اللي هي العلاجيه فقط لا غير. في حاله الطوارئ يعني مثلا الان عندنا اغلب شركات التامين الان تقدم لك تامين يعني يسمى صحي ولكنه هو فعليا طبي. في حالات الطوارئ تقدم لك الخدمة الطبية اللي هي العلاجية. لكن برنامج مركز التأمين الصحي الوطني يقدم يعني خدمتين أو منفعتين، اللي هي أول شيء اللي هو الجانب الوقائي وأيضا الجانب العلاجي. تيجي تقول لي والله الجانب الوقائي وش قصدك فيه؟ أنا أقول لك أنه أي إجراءات تتخذها صحيا على اساس انه تتفادى الامراض، تتفادى الحالات الطارئه، على اساس انه يكون في عمليه يعني رعايه صحيه شامله كامله. فانا ما اتدخل لما انت تمرض، لا انا اتدخل قبل ما تمرض. انا ما اتدخل لما تجيك اعاقه، لا انا اتدخل قبل ما تجيك الاعاقه، على اساس انه يكون في عندي إجراءات وقائية أتفادى الإجراءات العلاجية، لأن الإجراءات العلاجية دائما تكلفتها تكون عالية. لكن الإجراءات الوقائية دائما تكون أقل. وعندنا مبدأ في اللغة العربية يقول لك أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج.